إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر السفلي العامة والخاصة، وتحدثنا في أهم موضوع إزاي إن الشيخ السحر ما بيتعالجش، وإن أنا أروح لكذا شيخ والسحر ملوش علاج أو السحر بيتكرر عليا تاني وبيرجع نفس الموضوع تاني. وقلنا ان ديت بيبقى لها ثلاث اضلاع، اللي هو لو رحت اتعالجت عند شيخ وما اتعالجتش يبقى في مشكله عندك من الثلاث اشياء دول. اولا ان السحر ممكن يكون وراثي، او الشيخ اللي بيعالجك مش متمكن، او السحر اللي عندك سحر سفلي والشيخ بيعالج في الجن، مش مشغول بالجن بالعرب وسايب المرض زي ما هو. فدول القواعد اللي هي ممكن تقول لك ان انا اتعالجت من السحر كذا مره والسحر ما بروحش من عندي. ليه ما بتروحش من عندك؟ عشان انت عالجته اصلا خطا. وطبعا احنا اكدنا على كذا قاعده كده، واللي دي بنأكد عليها في كل حلقه، اللي هي ان الجن ما بيتعبش من القران، والجن بيسمع قران زيك زيه، وان الجن ده عبد ربنا خلقه للعباده زيك زيه، وان السحر ده مرض محسوس ملموس غير عاقل لا يفهم القران، وان في فرق بين المرض وبين العرض نفسه، ان السحر مرض والجن عرض، ولازم الشيخ يفهم الكلام ده هوت، ان انت لازم تعالج المرض الاول وبعد كده تنتبه أو يزول العرض مع زوال المرض. لكن الشيوخ بينشغلوا بالعرض اللي هو الجن، وبيسيبوا المرض قاعدة ثابتة في جسم الإنسان زي ما هي بأعراضها وبقوتها، بل ممكن السحر يزيد في قوته في جسم الإنسان كل ما يروح الشيخ والجن يلاقي مفيش نتيجة إن هو ما بيتعالجش، فيبدأ يضغط عليه أكتر لأنه هو مش لاقي شيخ يعالجه. النهاردة بقدر الله تبارك وتعالى احنا عايزين نتكلم على مسألة مهمة جدا، ودي شغلة أكتر الناس واكتر اللي بيجولي في المركز بيتكلموا في المساله ديت، ايه العلاقه او ايه اللي بيخلي الانسانه عندها عدم انجاب انها ما بتتعالجش وهي اصلا كان عندها سحر. دي مساله صراحه لازم نفتح لها بحث ونفتح لها موضوع عشان خاطر الناس تفهم ايه علاقه ان الانسان يكون عندها سحر اصلا، سحر معمول بعدم الزواج، وبعد كده السحر ده خلاها ما تخلفش. لازم الناس تفهم ايه العلاقه او ايه همزه الوصل اللي بين سحر العنوسه بعدم الانجاب. طبعا انا لما بنتكلم في مساله بنقتلها بحثا، ليه؟ عشان الناس تفهم، ومش بنقول اي كلام وخلاص، فالناس لازم تفهم الكلمه اللي بنقولها. لما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان السحر اللي معاك لو ما اتعالجش صح بيضرك طول عمرك، احنا قبل كده قلنا ايه؟ قلنا ان السحر ده مرض، والمرض ده لو ما طلعش من جسمك صح، والشيخ اللي بيعالجه لو عالج العرض بس ساب المرض موجود في جسمك زي ما هو، المرض ده بيترتب عليه اشياء تانية بفكر الجن نفسه. انا عم بسط المسألة اكتر. انت الانسان ده مسحور، عنده مرض السحر، مسحور ايا كان السحر، مأكول، مشروب، معلق، منفوخ، مدفون، ايا كان نوعه من الست انواع اللي احنا اتكلمنا عنها. ودايما بنقول ان السحر دول ست انواع سحر لا سابع لهم، اللي هو المأكول والمشروب والمرشوش والمعلق والمدفون والمنفوخ. دول ست انواع سحر، قلنا ان بينقسموا لقسمين، قسم خارجي داخل بره جسم الانسان وله علاقه، بيبقى له جذور داخل جسم الانسان، وقسم داخلي اللي هو داخلي بس، اللي هو زي المشروب والمأكول والمنفوخ على اكل انت اكلته او شربته، ده بيبقى ده جوه جسم الانسان نفسه بس، ملوش علاقه خارجيه. لكن القسم الثاني اللي هو اقوى، اللي هو السحر المنفوخ على نجمة أو منفوخ على أي شيء بره، والسحر المدفون والسحر المرشوش دول بيبقوا خارج الجسم لكن لهم جذور ثابتة داخل جسم الإنسان، وبيبدأ عموما الاثنين كماشة على الإنسان ده هوت. يبدأ كل ما الشيخ يعالج السحر اللي جوه جسمك بالسحر المدفون بره أو المرشوش أو المنفوخ بره، بيبعت بلسم سحر تاني، وبعد كده تروح للشيخ يقول لك أصل السحر بيجدد، وأنا هنعمل لك إيه؟ الجن بيجدده لك، روح شوف مين اللي بيجدده لك وعالج نفسك، او خد بالك من نفسك. طبعا بيحيل الموضوع كله على مين؟ على الانسان الضعيف اللي هو مهلهل صحيا، ما عندوش قدره على انه يعالج نفسه، ما عندوش قدره انه ياتي باي جديد في حياته، هو اصلا انسان مريض. وبعدين الشيخ بيعزو الموضوع له، بيقول له خلاص انت السحر بيجدد لك، انا هنعمل لك ايه؟ طبعا ده كلام خطا. دي قاعده من اسسها
ان السحر ما بيجددش، ما فيش حاجه اسمها سحر يجدد، لكن السحر لا يعالج من الاصل فيهيئ للشيخ انه يجدد او يقنع الناس بفشله انه السحر بيجدد، لكن السحر ما بيجددش. لكن هي قاعده ثابته في جسم الانسان، نجاسه ماشيه في دمك، حاجه متاصله في جسمك، بناء عليه انت بتروح للشيخ بيعالج لك الاعراض او بيهدي لك الاعراض شويه، وبعد كده المرض اللي هو في جسمك اصلا بيجيب لك الاعراض تاني او اشد منها، وبعد كده تروح للشيخ يقول لك اه ده السحر اللي احنا عالجناه ده راح خلاص، لكن في سحر تاني يجدد لك، وانا هنعمل لك ايه كل شويه واحد بيروح يجدد لك السحر، انا مش عارف اعمل لك فيه. لكن في قواعد ربنا حطها لنا والنبي صلى الله عليه وسلم حطها لنا في حياتنا، مفيش حاجه اسمها ان حد يعمل لي سحر وخلاص، ولا في حد يعمل لي سحر او ينعمل سحر لحد غيري والسحر ده يجي لي انا، عشان في ناس دايما المصطلحات ديت انا يعني تعبت منها صراحه، يقول لك اصلا انت خطيت سحر مش لك، او انت شربت سحر مش لك. هو كل اللي ترشله سحر، يعني مثلا لو واحد رش سحر على شارع، على باب شارع او باب محل، كل اللي هيعدي منه هينصب. يعني انا لازم الناس تفهم ولازم الناس تعقل الكلام دوت، مش لازم من كل اللي هيعدي من السحر ده ينصب، لا يا ابني، الجن عشان يجي لك او ياتي للمريض ده هو بيعرف كل حاجه عنك، بيبقى عارف اسمك واسم امك، واخد شيء من ريحتك اللي هي اطرك، وعنده قاعده هو رايح لها، عنده نص في معدتك وهو رايح النص الثاني عشان يكمل المساله. فاللي يعدي من عند السحر هو عادي ما يعدي، اللي شرب السحر يعني لو واحد عمل سحر له وهاتهولي وانا اشرب مش هيضرني في شيء، هو هيبقى كانه سم او سموم دخلت جسمك نزلت مع البراز او البول والقصه تنتهي. لكن لو هو معمول لفلان، السحر بيرتكز في المعده والجن بيروح يكمل المساله ديت، ويبدا يفهم الساحر هو عايز ايه من المسحور دهوت، ويبدا يطبق عليه الحياه المره اللي هيعيشها طول عمره، ان كان هي عنوسه، ان كان هي عدم انجاب، ان كان هي مرض، ان كان هي حياه بوقف حال في الحياه في الشغل او غيره، ايا كان الصوره اللي مبعوث بها الجن، يبدا ينفذ ويطبق عليه الرساله اللي هي في معده الانسان او الطلسم اللي راح بيه، وابتدى يدمر بيه حياته. علشان كده احنا طبعا بنقولوا ايه، احنا عايزين نربطه، ايه العلاقه او ايه وجه يعني العلاقه بين السحر اللي هو معمول لعنوسه او ايا كان، بس احنا بنأكد على سحر العنوسه ليه بالذات، يعني مش بنقول لك ان ما حد عمله سحر وخلاص، لا، سحر العنوسه بالذات هو اللي بيبدا بعد كده الجن بتاعه يفكر ان انا انت عديتي مني وزوجتي. اول شيء بيفكر فيه اما نوقف حالك بعد الزواج ونخليك تتطلقي تاني، والحاجة التانية لو اتزوجتي مش هخليك تخلفي، الحاجة التالتة لو انت اتجوزتي مش هخليك تخلفي صبيان، خليك تخلفي بنات بس، او نجيب لك ننزل لك اولادك فيهم مرض. واحد يقول لي يعني امال فين ربنا يا شيخ لما الجن هيعمل ده كله، يعني فين؟ هو ده كله بقدر الله، يعني ربنا مقدر لك الشر ده، ربنا مقدره لك، ما هو ما فيش حد يعمل لك سحر من ورا ربنا مثلا، يعني ولا واحد هيقتل حد من ورا ربنا، ولا حد عايزني من ورا ربنا، لا، هو ربنا عالم بكل شيء. ربنا عشان كده انت هتنصح ربنا يديك اجر على سحرك، انت هيجيلك مرض ربنا يديك اجر على 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 المرض، ويعاقب حد تاني عمل لك السحر، وهي ديت هي دي سنه الحياه، ناس بتضر وناس بتاخد اجر. فالساحر بيعمل السحر بضرك بيه، واللي رايح يعمل السحر بيعمل السحر بضرك بيه، وانت بتاخد اجر. اه حياتك بتتدمر وبتضيع وبيجيلك مرض وممكن ما تخلفيش وممكن ما تتزوجيش وممكن يوقف حالك في شغلك، كل ده وارد اه، لكن ربنا بيديك اجر وبيدي، وربنا بيحمل اللي عمل لك السحر ده معاصي وذنوب هو عملها عشان يعاقبه بيها يوم القيامه. علشان كده دايما بنأكد الكلام ان السحر العنوسة اكتر شيء هو مرتبط بعدم الانجاب هو سحر العنوسة. ليه؟ لان جنه اصلا انت هو مش او ما بي انت عملك سحر عشان ما تخلف ما تتزوجيش، وبعدين تزوجي، ربنا قدر انك تتزوجي، حتى لو مليون واحد عملك سحر وانت ربنا كاتب لك انك هتزوجي في اليوم الفلاني هتزوجي في اليوم الفلاني، ده امر منهي. طيب ربنا قدر لك انك تتزوجي في اليوم الفلاني مع ان معمول لك سحر بعدم الزواج اللي هو العنوسة، اللي هو ان انت ما تتزوجيش ايا كان المصطلح او ايا كان المسمى. يبدا الانسان ديت معمول لها سحر بعدم الزواج، عاشت الحياه اللي هي قبل ما تتزوج باي شكل من الاشكال باي اعراض من اللي احنا بنتكلم عنها، ان كان صداع، ان كان تعب في المعده، ان كان نزول شعر، لخبطه في الدوره، ايا كان بقع في جسمها،
تعب في المعده، احلام وكوابيس، احلام جناح، ايا كان اللي احنا طبعا اتكلمنا في كل الاعراض ديت واصلناها تاصيل دقيق عشان نستفهم ايه الفرق بين السحر الماكول والسحر المشروب والسحر المعلق، وايه الفرق بين السحر الفردي والسحر المزدوج والسحر المركب، ايه الفرق بين السحر السفلي والسحر العادي، ايه الفرق بين الحسد، بين اعراض الحسد واعراض السحر. كل ديت احنا بنتكلم عنها بنأصل تاصيل دقيق. ليه؟ انا مش طالع بنتكلمك وخلاص، ولا جاي نقول لك انا شيخ وخلاص، لا، انا بنأصل لك عشان تفهم. لو انت عندك حد تعبان افهم الاعراض اللي عنده بده بتقول ايه، عشان لما نروح الشيخ نبقى فاهم، ما حدش يضحك عليا. طب لو انت عندك حسد نبقى فاهم انا عندي الاعراض دي بتقول ايه، واحنا اتكلمنا اعراض الحسد كلها، واتكلمنا على قوه جني الحسد نفسه اللي هو اقوى من جني السحر، كلمني على الحاجات دي كلها. فلما يجي انسان يقول لي انا يا شيخ طيب ربنا فين، لما الجن مش هيخليني نتزوج ومش هيخليني نخلف ومش هيموت الجنين وهيموت النطفه وهيخلي البويضه ما تتلقحش، فين ربنا في 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 في, في الوقت ده؟ نقول لك ان ده قدر ربنا، ربنا مقدر لك انك تسحر، ربنا مقدر لك انك ما تتزوجيش دلوقتي، ربنا مقدر لك انك ما تخلفيش بسبب السحر. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا مقدر تقدير كوني ان النبي صلى الله عليه وسلم يسحر تشريعا، ان ربنا عشان ربنا يشرع لنا السحر، وان يبقى في موجود سحر وموجود جن وموجود ناس بتضر الناس، زي ما احنا عرضنا على الصفحه الناس اللي بترش اسحار قدام البيوت. الموضوع ده مش من الهوى ولا موضوع، لا ده موضوع قوي. يمكن انا عرضت لما الاخت جات لي يوم الخميس في المركز، ان يوم الحد يوم الاحد يوم الاحد اهو جات لي في المركز ومعاها السحر نفسه، يوم الخميس يعني عفوا يوم الخميس جات لي معاها السحر نفسه، والسحر اللي هو الشيخ عمله لها وفكته على الهواء، يعني حتى ابتديت يعني عملت له فيديو وعرضته على الصفحه عشان نوري الناس ان انت رايح للشيخ يضرك، وانت رايح شيخ يعمل لك كفر، وانت رايح شيخ يدمر حياتك بحته ورقه وكاتب فيها طلاسم. اوعى تفكر طلاسم ديت شيء هين، يعني اللي فاهم يعني ايه سحر وفاهم يعني ايه بلسم سحر بينكتب وبينكتب بنجاسه شكلها ايه وهدفه ايه، يعرف ان المصيبه كبيره، يعرف ان مصيبه السحر دي مصيبه كبيره، يعني ما يعرفهاش غير حد يا اما دارس مش معالج مش 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 راقي وخلاص، اما دارس دراسه دقيقه عن السحر او هو اما فاهم بيقول ايه. يعني انا دايما بنتكلم نقول يا جماعه في فرق بين الراقي، الراقي ده بيرقي الجن وخلاص، وفي فرق بين المعالج، المعالج ده فاهم هو بيعالج ايه، بيعالج لك المساله من جذورها، لكن الراقي يعني هو بيقرا قران وبيطلع الجن اللي عليك، ايا كان الجن ده جن حسد جن مس جن سحر، لكن الجن السحر ده له قاعده جوه جسمك ما بيطلعش مع الرقيه، وحتى لو طلع بيرجع لك تاني لانه له قاعده بيرجع لها تاني اللي هي بلسم السحر اللي دخل جسمك. عشان كده بناكد على المعلومات دايما، خد بالك ان في قاعده جوه جسمك والقاعده دي هي اللي رابطه الجن بيك، خد بالك ان في وتد جوه جسمك اسمه بلسم واسمه ونجاسه سحر هي اللي ماسكه الجن بيك. عشان كده دايما نقول لك لازم تاخد العلاج اللي نكتبه لك وتهتم بيه كويس جدا، لان السحر طول ما هو في الدم عندك، وانا مش هنقول لك انت عندك سحر وانت ما عندكش، بدل ما نقول لك انت عندك سحر عندك سحر. جالي اخ في المركز الاسبوع اللي فات، زوجته والله ما عندها شيء، والله ما عندها سحر، فبيقول لي زوجتي بيحصل لها كذا وكذا 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 ولا عندها سحر. قلت له يا ابني والله زوجتك ما عندها سحر. طبعا عمل مشكله كبيره وقعد يزعق عن الشيوخ كلها، بقالي 20 سنه بنعالج بيقولوا عندها جن وانت اللي بتقول ما عندهاش. قلت له طب انت رحت للشيوخ كلها طول عمرك بقالك 20 سنه بتعالج، رحت للشيوخ ما عالجوهاش، اللي قال لك عندها سحر ما عالجهاش ليه؟ انا بقول لك هي ما عندهاش سحر، ده عندها كذا وكذا، بلاش نتكلم يعني عن صاروا كده، دي عندها كذا وكذا وكذا، هو ما اقتنعش وخدها ومشى وعمل مشكله وقعد يزعق. طب انا هنضحك عليك؟ يعني انا هنقول لك هي عندها سحر ما عندهاش؟ ده لو انا قلت لك عندها سحر وجيت لي المره الثانيه في الاعاده تقول لي لا ما اتعالجتش يا شيخ، هنقول لك ايه؟ ضحكت عليك؟ لا، انا لو قلت لك عندها سحر يبقى عندها سحر ونعالجه باذن الله. طب لو ما عالجتوش، لو ما عندهاش سحر هنقول لك ما عندهاش سحر عشان ما تجيش المره الثانيه تقول لي ما اتعالجتش. طب ما انا ضحكت عليك في الاول، لكن لازم نقول لك الصح، ما عندهاش سحر ودي مش من اعراض الجن ولا شغل الجن اساسا. ربنا ما خلقش الجن عشان يعذبنا، ربنا ما خلقش الجن عشان خاطر يخلينا نكفره، لا، ربنا خلق الجن العبادة زيك زيه، لكن الجن في منهم جن ضعيف، الساحر بكفره وإبليس بكفره بسخره والمارد بكفره بسخروا الجن الضعيف ده عليك عشان يستفادوا منه، عشان يضرك باستراتيجية معينة أو في مواقف معينة مش مطلوقة أو مش على المطلق، لا، الجن له أعراض وله قدرة ربنا ادهاله، مش كل شيء الجن يعمله، لكن في اللي أخبث من الجن اللي هو الشيطان، وإحنا دايما بنفرج في كل حلقاتي بنقول لك خلي بالك
في فرق بين الجن والشيطان. الجن ده ربنا خلقه للعبادة وما انذركش منه، ما قالكش ان هو ده عدو مبين لك، لكن ربنا خلق الشيطان ليه؟ ربنا خلق الشيطان عشان خاطر يضلك وانت لو سمعت كلامه تبقى ضال. ربنا خلق الشيطان عشان خاطر ده ولو سمعت كلامه تبقى زيه، تبقى معاه. ربنا ما قالكش على الجن انه عدو مبين، لا قالك على الشيطان انه عدو مبين. فخد بالك ان في شيطان في القصه. ما تهمش دور الشيطان، ما تهمش دور القاعده الاساسيه اللي في حياتنا اللي مدمره حياتنا كلها من معاصي وذنوب وبعد عن طاعه ربنا وبعد عن وقرب من الصحراء وقرب من اللي بيضرونا وبعد عن طاعه الله. انت همش دور الشيطان وشغلت نفسك بالجن، كل حياتك الجن عمل لي، الجن اتكلم معايا، الجن ضربني، الجن وجعني، الجن خلاني، الجن كذا. انت اللي ما بذاكرش الجن خلاني ما بذاكرش، اللي ما بتخلفش الجن ما بيخلفش. موضوع مش مطلق. فعشان كده بنقول لك مش اي حد تروح له يتكلم في الموضوع ده، يعني مش اي حد تروح له يكلمك في موضوع السحر. لازم تبقى تروح لحد فاهم انا بنعالج ايه وايه الاعراض اللي عندك وايه الموضوع اللي عندك عشان قادر يقدر يعالجك او يقدر يخلصك من الموضوع اللي عندك. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو ازاي نعرف او ايه العلاقه اللي بين سحر العنوسه وبين سحر عدم الانجاب. احنا لما بنربطوا الاحداث ببعضها، انا كنت اتكلمت في حلقه اللي هي عدم الانجاب وازاي الجن عنده القدره انه يغذي الحيوان المنوي على سائل منوي مسحور في داخل الرحم عشان خاطر يوصل الحيوان المنوي اللي بويضه اما ضعيف ويدوب ما يقدرش يلقح البويضه فينزل من الرحم تاني، او اما يوصل الرحم ضعيف ويلقح البويضه فعلا لكن يخش مشوه لداخل الرحم وبعد فتره يكون وبعد كده يسقط من الرحم تاني. دي مراحل تحكم الجن في النطفه انه يقدر ياثر عليه. واحد يقول يا شيخ طب هو ازاي نقدر نحمي نفسي منه؟ سمي عند الجماع، سمي عند الجماع، خلي فيه تسميه، خلي فيه انك تسمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اذا اتى احدكم زوجته فليسمي الله، فان كان بينهم ولد فلا يضره شيطان. فانت لو جربت من زوجتك وسميه وكان بينكم ولد او بنت ما يضرهش، ما يقدرش يجرب منك شيطان. لكن لو ما سميتش يبقى الضرر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الضرر ده من النبي ما حددش الضرر ايه قوته. القوه فين؟ قوه الضرر، قوه الضرر ان انت ممكن وانت ما سميتش الشيطان لا مسك خلاص تحكم في النطفه داخل الرحم ساعه الجماع وابتدى يضر الانسان. بقى فين يضره؟ ممكن في تكوينه نفسه، وممكن يضره انه ما يوصلوش الدم من الحبل السري في الرحم عشان يسقط تاني ونبض الجنين يقف وبعد كده الجنين يسقط. احنا لازم نقصر المسائل دي ليه؟ عشان الناس تفهم ان في فرق بين الجن والشيطان، في فرق بين السحر واعراضه، في فرق بين انواع السحر وبعضها، في فرق بين نجازات السحر وبعضها، في فرق بين انت قاعد فين في حياتك، اللي قاعد في مكان صحراء غير اللي قاعد في مكان يكون مكان اعمار او مدن، اللي قاعد في مكان يكون مثلا في نسبه صقيع غير اللي قاعد في مكان حر. كل مساله من دول الشيخ هو بيعالج لازم يحسب الحسابات دي كلها، لازم يعرف انا بنعالج ايه. مش كل اللي جاي لك انت عندك جن وجريت عليه قران وصوت وصرخ يبقى عنده جن، ما صوتش وصرخ يبقى انت ما عندكش، يبقى انت كده هتدمر الناس. انت مش فاهم انت بتعالج ايه. فالعلاقة الوطيدة اللي بين السحر العنوسة ان سحر العنوسة ده البنت بينعملها السحر وهي لسه بنت، وبعد كده ربنا قدر انها تتزوج، وبعد كده الجن بيلعب دوره هنا. طب ايه الاعراض اللي ممكن تقدر تميزها شيخ بين ان انا يكون عندي سحر عنوسة واتفكيت منه وبعدين دخلت على مرحلة الزواج، مرحلة انتقالية اللي هي بين البن البنوتية وبين ان انت تبي خلاص زوجة. في المرحلة والوقت ده في حاجات بتظهر عليك في الوقت ده، اما ان العريس يربط يوم الفرح، يتربط عن زوجته كانه يعني يهيئ عليه او لا يقدر على الجماع زوجته. واحنا اتكلمنا قبل كده على الربط العكسي والربط التاثيري، وقلنا ان الربط التاثيري ده ان الزوجه هي اللي تبقى مربوطه وانت اول ما تجرب منها يحصل عندك ارتخاء. طيب لو قلنا على الربط العكسي ان انت ما يحصلش عندك اي نوع من القدره على الجماع، ده الايه؟ ده الربط العكسي. الربط التاثيري انك انت اول ما تلمس زوجتك خلاص انت بيحصل عندك يعني ايه لا قدره، عدم قدره على الجماع. طيب لو حصل معاك الموقف ده يوم الفرح، يعني انت كان عندك سحر عنوسه وبعدين رحت الشيخ عالجك ايا كان الشيخ اللي بعالجك، ان شاء الله انا حتى كان عندك سحر عنوسه دخلتي وانت بنت وبعد كده تزوجتي وبعد كده حصل ربط بينك وبين زوجك عن الجماع، طيب ممكن تروح الشيخ في الوقت ده يفكلك الربط والجن بذكائه يفكلك الربط، خلاص انت هنا كده كده هتروح الشيخ وكده كده هيحصل جماع فيفك الربط. طيب بعد كده يحصل ايه؟ بعد كده الجن بيبقى قاعد في الرحم زي ما هو ما بيسيبوش،
ليه؟ هو سابك ساب موضوع الجماع بس خلاص، لكن السحر زي ما هو ونجاة السحر زي ما هي والدمار في جسم الإنسان زي ما هو، لكن الجن غير تفكيره، الجن ذكي، فبيقول لك أنا كده كده هروح لشيخ وكده كده هيعالجني من السحر، هيعالج الربط أيا كان. طيب ناخد اسم محمد. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ راضي، ربنا يحفظك، اتفضل معاك. إذا صح يا عم الشيخ، أخبارك؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله كنت بعاني حضرتك من المتاوبة الكتير جامد كده، وخاصة في الصلاة وفي قراءة القرآن، متاوبة غير عادية خالص، يعني مش عارف إيه السبب يعني فيه. طيب عند صلاة الجمعة فيه متاوبة؟ نعم. عند صلاة الجمعة فيه متاوبة؟ في كل وقت حضرتك، في كل وقت. ساعة الخطبة. أيوة، أو حتى أو أجي أذكر اسم الله، أسبح الحمد وأسبح تسبيح أي حاجة. تمام. تلقاه متاوبة متصل على طول حضرتك، مش قادر يعني. فروحت عند واحد شيخ هنا عندنا في أسيوط، فقال لي ده معمول لك سحر على القرين بتاعك، فقلت مش عارف أنا إيه الموضوع ده يعني، فقلت أستشهد حضرتك. بص يا محمد، بص محمد، مفيش حاجة اسمها قرين يسحر. يا ريت المصطلحات دي الناس بطلها يا جماعة. مفيش قرين بيسحر، القرين ده ابن ابليس مباشره. خلي بالك انا ممكن يعني ايه، ممكن صوتي يعلى. ليه؟ لان انا المصطلحات دي تعبت منها صراحه. يا عم الشيخ القرين لا يسحر، القرين ده ابن ابليس مباشره، الجن ما يقدرش عليه يسحره اصلا. فانت بتتكلم في يعني بتتكلم في باطل. القرين ده ابن ابليس اي مسك وخليك تتوب او يحسدك، يعني انت ممكن تحسد من قرينك. وممكن تحسد من قرين غيرك. وممكن يحصل لك مس من القرين اللي هو اللي اسمه المس الشيطاني، ويحصل متوبه ويحصل الكلام ده. عايزك تسمع الرقيه يا عم محمد. يا استاذ محمد تسمع الرقيه؟ لا. تسمع الرقيه، عندي على الصفحه موجوده الرقيه، وبالمناسبه ان دلوقتي الحلقه من ذاعه بس مباشر على الصفحه اللي هي علاج مرض السحر فيهم واحد، لو حد هيسمعها وبس دلوقتي على بس مباشر على الصفحه. لو انت سمعت الرقيه وحصل عندك متوبه، دموع، تحس ان انت عايز. طيب اقفل يا استاذ محمد وانا هنكلمك، هنكمل لك يعني رد على السؤال. فانت لو سمعت الرقيه حسيت ان انت جسمك بيشد منك، بتتوب، ما جالكش نوم، واسمعها قبل ما تنام، طفي النور في اوضتك وحط السماعات ودانك واسمع الرقيه، يعني حاول تهدى وما تخليش صوت حواليك، يعني ركز. لو حصل لك متوبه او شد في جسمك او غيره، ده حسد، وان شاء الله اتصل على المركز وهيقول لك هتعمل ايه، وان شاء الله كل حاجه هتروح باذن الله. لكن لو انت عندك تعب في المعده، عندك صداع، عندك امساك، عندك اسهال، عندك يعني لو بيحصل لك نزيف في اي مكان في جسمك او غيره، مناخيرك او غيره، يبقى دي قصه ثانيه، وانت عندك جن سحر او مرض سحر وتتعالج منه القصه بتنتهي. لكن لو وقفت عند المتوبه بس، اعرف ان ده جن حسد او مس، او ممكن القرين يكون حاسدك فعلا ويكون عين. لكن القرين لا يسحر قولا واحدا، القرين ده ابن ابليس يمسك ويأثر عليك ويقدر على الجن اللي معاك. انا عايزك تربط العلاقه بين الجن وبين جن السحر والقرين في جسم الانسان. يعني لما جن السحر بيدخل جسمك وانت فيك قرين، طبعا كلنا عندنا قرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منا عنده قرين من الجن، لا يأمره الا بالشر، الا قرين النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره الا بخير. طيب انت عندك قرين جواه عارف كل حاجه عنك في حياتك، وهو بيأمرك دايما بالشر، فبيجي لك جن السحر يلبسك. فهي اول ما يلبسك جن السحر هيعرف معلومات عنك منين؟ هيعرف بتنام امتى وبتاكل ايه وبتحب ايه وبتشرب ايه وبتسافر امتى وما بتسافرش امتى وبتشتغل ولا ما بتشتغلش، بتحب الشغل ولا ما بتحبش، كل ده المعلومات دي بيعرفها منين؟ من قرينك انت. بيسال قرينك يقول له فلان ده بينام امتى؟ يبدا يعمل لك ارق في النوم عشان ياثر على الجهاز العصبي، وبعد كده تبقى متوتر على طول، وبعد كده متنرفز، وبعد كده مزاجك مش رايق، وبعد كده عندك صداع، وبعد كده ما بتنامش، وبعد كده ما بتاكلش، وبعد كده كل ده قيسه على مين؟ المعلومات دي كلها جابها منين؟ جابها من قرينك. لما جن السحر لبس جسمك وابتدى يسال قرينك ده بيعمل ايه وخليه، يبقى القرين ابن ابليس مباشره ملعون في النار قولا واحدا. انا عايزك تميز القرين، قرينك انت من الشيطان، من جن الشيطان، يعني قرين كافر لا يامرك الا بالشر قولا واحدا، وده بيامرك دايما بالشر. طيب في نوع جن تاني منه المسلم ومنه الكافر ومنه البار ومنه الفاجر ومنه العابد ومنه كل شيء، دول اللي بيلبسك مع جن السحر ايا كان جن السحر اللي جالك. هو جن هتقول لي جن يهودي، هو جن مسلم، هو جن فاسق، هتقول لي اصله ده مش عارف الدرزي، هو جن برضه له قدرات ما بيتعدهاش ولا يقدر يتعداها. والجن للمناسبه اضعف مما تتخيل، الجن نفسه اضعف من، لكن الشيطان لا، الشيطان هو اللي مش ضعيف، لانه ابن ابليس، ابن الريس، ابن اللي عمال يوزع دور على الساحر عشان يعمل لك سحر،
والمارد اللي مع الساحر واللي هو اللي بيوجه الجن من فوق اصلا. فيجي يقول لي اصلا واحد سحر القرين، هو السحر اصلا يقدر يسحر القرين؟ هو السحر يقدر يتكلم مع ابن ابليس؟ انت ده الساحر ده درجه رابعه، لكن ابليس او القرين ده ابن ابليس مباشره درجه اولى. ف ناخد عاطف. عاطف اتفضل. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. لا شيخ حضرتك، انا بقالي بتاع 6 سنين اتفضل متزوج ومفيش انجاب. تمام. ورحنا لدكاتره كتير يعني مفيش اي موانع طبيه. تمام. يعني من يومين انا برضو رحت للشيخ قرا ايتين قران وقال لي مفيش حاجه، بس انا حاسس ان الموضوع مش مظبوط. طيب التحليلات كلها كويسه والمدام كله تمام؟ طيب ممكن يا استاذ محمد، ممكن يا استاذ عاطف تجيب لي المدام وتيجي المركز؟ يا استاذ عاطف خلاص انا من اسكندريه، انا موجود ماشي خلاص في اسكندريه، انا موجود الحد والخميس في اسكندريه، والعنوان على الشاشه معاك. نشكرك نشكرك يا استاذ عاطف، ان شاء الله خير باذن الله. طيب لو هو لو هو لو الجن لو 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 انت رحت عملت كل او سلكت كل الطرق الطبيه، انا ما بنقولكش روح شيخ الاول، يعني عشان ما حدش يفهم كلامي ان انت عايز الناس تروح لك عشان تعالجها، لا ما تروحش للشيخ الاول، واقعد سنه واثنين وعشرة روح للدكاتره الاول، خد بكل الاسباب الطبيه، لان الاصل عندنا في المساله الطب، الاصل في المساله الطب. انت رحت سلكت كل السبل الطبيه وما فيش نتيجه، شوف مكان تاني، شوف حاجه تانيه تعالج بيها. طب لو 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 سلكت كل الطرق ديت، ربنا ان شاء الله لو هو مش سحر هتيجي في يوم من الايام ربنا هيكرمك. لكن لو ربنا مقدر لك انك تبقى عقيم، لو انت رحت للدكاتره الدينيه كلها هتبقى عقيم، ربنا رحت للشيوخ الدينيه كلها هتبقى عقيم، ده موضوع منتهي. لكن خد بالاسباب، ايه الاسباب؟ ان انا ممكن يبقى عندك انت مرض عضوي فرحت للدكتور وتعالجته وعالجته خلاص. طيب رحت للدكاتره يقول لي انت ما عندكش اي شيء، 6 سنين 7 سنين 5 سنين الدكاتره بيقول انت ما عندكش سبب عضوي، طب يبقى ندور على حاجه ثانيه وان شاء الله يكون فيها الخير. هات لي المدام وتعالى صعادف وان شاء الله يعني يكون فيه الخير باذن الله. طيب يبقى اول اتصال استاذ مجدي اتفضل. فضلت الشيخ، والله بالنسبه لحضرتك عندي ابني، انا يعني من 3 سنين حارته حاليها وان شاء الله هاجي لحضرتك يعني في المركز، وابني عنده 13 سنه وبينزف دم من مناخيره وما عندوش اي حاجه يعني طبيه وكده يعني الدم من مناخيره ده يا استاذنا جه بعد البلوغ، يعني جه في سن 12 سنه كده؟ نعم. الدم ده او تغيره في جسمه دي جه بعد 12 سنه او 11 سنه؟ لا ما عندوش، ده هو بيبقى نايم وبينزل مناخيره وهو نايم. من امتى؟ من امتى يعني من امتى؟ من امتى؟ الدم من مناخيره. من كام سنه يا استاذنا؟ من كام سنه؟ هو لسه يا دوب من اسبوعين الكلام ده. طيب. طب اسبوعين يا دكتور بقى، ما تروح لدكتور. شوف دكتور رحول. ماشي حضرتك. شوف دكتور. ممكن سبب عضوي يعني هو يعني اضرب القصه ديت. لو ما انتهاش الدم يبقى ممكن نشوف مشكله ثانيه، لكن اسبوعين يعني يبقى قصه بسيطه ان شاء الله دكتور، وان شاء الله يعالجوا لك باذن الله. طيب. اول قاعده هنتكلم عنها في العلاقه بين السحر العنوسه وسحر عدم الزواج، اللي هي ايه؟ قاعده الانطلاق من رحم المراه. ايه قاعده الانطلاق ديت؟ يمكن انا نوهت عنها قبل كده في حلقات، ان قاعدة الانطلاق للجن بتكون في رحم المرأة عشان ما تخلفش، اللي هو الجن قاعد في الرحم مستني النطفة لما تدخل ساعة الجماع عشان يعمل لها طريقة من الطرق بتاعته عشان تفشل وما توصلش لتتلقح من في البويضة في الرحم. يبقى اول حاجة الجن بيعملها اللي هو الجن، انا عايز تربط الاحداث اهو. الجن اللي هو مين؟ الجن اللي هو كان قاعد اصلا بتاع عنوسة، يعني الجن اصلا كان جايلك عشان ما تتجوزيش. تمام. بعد كده اول علامه ظهرت عليك احنا قلنا الربط، انك تحصل لك ربط يوم الزواج وتروح الشيخ يعالجك، بس ما عليكش صح، الجن بيغير اهدافه يفضل قاعد في الرحم عندك، وبعد كده ايه يعمل لك عدم انجاب، او حتى لو حصل انجاب يعمل لك ينزل لك الجنين مشوه او يخليك تخلف بنات ما تخلفش صبيان. طيب يعمل ايه؟ يبقى دي اول حاجه. طب نعرف ايه تاني؟ اول دوره بعد الزواج مباشره بتلخبط ويحصل معاها نزيف. هيحصل نزيف
يا اما الدوره بتفضل ملخبطه معاكي قبل الفرح ما كانتش ملخبطه، او ممكن تلخبط معاكي قبل الفرح باسبوع او اتنين او اخر دوره. في طبيا ان انت ممكن نفسيا يعني او هرموناتك تتغير ويحصل الكلام ده لخبطه في الدوره، لكن تتلخبط معاكي دوره او اتنين او ثلاثه بكتيره، لكن ما تفضلش على طول شغال معاكي نزيف او الدوره تلخبط معاكي على طول. لو لخبطت معاكي على طول يبقى في قصه ثانيه تدوروا عليها عشان خاطر نقدروا نعالجوكي. طيب بعد شيء بعد كده، ان بعد القاعده ديت اللي هي في الرحم نفسها، ان الجن بيبقى قاعد في الرحم له ثلاث طرق عشان يقدر يسيطر على البويضه هي داخل الرحم. ده مين؟ انا عايز برضو الناس تبقى متذكره معايا، ده الجن اللي هو معمول اصلا لعدم الجواز. طيب ممكن الجن ده يكون جن حسد، بس مش هيخليكي ما تخلفيش طول العمر. جن الحسد يعني موت مثلا نطفه اتنين جنين اتنين يحصل معاه كلام، لكن مش طول العمر. يبقى اول حاجه ما احنا قلنا ان ممكن الجن ده يكون جن حسد او جن مس، يكون جن عاشي. يعني الجن المس ده اللي احنا بنقوله عليه جن عاشي، اللي هو اعراضه انك تعلم ان حد بيجمعك او غيره، ودي بيكون هو ايه ده اي شيخ بيعالجهولك، بيقرا عليك ايه القران، القصه بتنتهي وبيمشي، اللي هو الجن العاشق. عشان الناس عامله لي مشكله كبيره اسمه الجن العاشق. الجن العاشق ده اضعف مما تتخيل، ضعيف جدا. ليه؟ لانه ملوش هدف، هو مش جاي بطلسم سحر جوه جسمك. عشان كده اول ما قرات عليه القران مشى من عندك وما عادش يضرك في شيء خلاص. ناخد مين؟ ام رحمه. ام رحمه اتفضلي. اتفضلي يا ام رحمه. السلام عليكم يا شيخ رادي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت انا قصتي طويله شويه. يعني اختصر يا ام رحمه. عشان الوقت. لو سمحت، انا من سن 10 سنين كنت تعبانه وكده، فحكايه اثار وكده يعني، وناس جرحت في البيت وكده. بس فتعبت فيها دي، ومشايخ وكده، حدت سن 25 سنة خبيت مع ايد مشايخ وكده واتجوزت. فبعد الجواز تعبت ثاني، فبيت جوزي جابوا لي شيخ وكده، فالشيخ قال لهم لا دي ولا حتنفع مرة ولا حتنفع ام عيال ولا حتخلف اصلا. بس فجوزي راح طلقني، خلصت شهور العدة ورحت اتجوزت وراها على طول، رحت جبت بنت احنا. جبت ايه؟ بس فدلوقتي يا شيخ رادي بأحلم. جبت ايه؟ جبت ايه؟ جبت احمد؟ خلفتي احمد؟ خلفت رحمه. يعني الشيخ كلامه كده عشان الشيخ ما يقولوش للناس كلام انت ما دخلتش في علم ربنا عشان تقول لها انت مش هتخلفي. انت طلبتها من زوجها الاولاني، حرام عليك ظلم. اتفضلي. كلامه يا شيخ رادي كان سبب في طلاقي. ايوه يا اختي، ما عشان جاهل. ده انسان جاهل. ايوه. فدلوقتي الشيخ رادي انا باحلم يعني بحاجات وحشه وكوابيس وكده، وان انا اسمع حاجات وكده يعني نفس اللي كان بيتكرر زمان وكده. تمام. اعمل ايه؟ بص يا امراه، انت عندك تعب في المعده؟ صداع؟ بس اما بروح بيت ابويا. لما تروحي بيت ابوكي بس؟ طيب ماشي. صداع؟ طيب او صداع في امساك او اسهال او او او, أو, أو حرقان في معدتك على طول؟ لا. طيب احلام الجماع تحلميها؟ نعم. احلام الجماع ان حد جمعك من اهلك او غيره؟ لا. طيب بص يا ام رحمه، هو طيب. الله اعلم يعني. طب الدوره مظبوطه عندك ولا بتلخبط؟ الدوره مظبوطه ولا بتلخبط يا ام رحمه؟ لا. الدوره مظبوطه ولا بتلخبط؟ لا مش منتظمه. طيب بص يا ام، انت 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 لو انت شكلك كده اللهجه صعيدي يعني. اللهجه صعيدي، انت صعيديه يا ام احمد؟ لو انت من الصعيد يا ام احمد روحي المركز جنى والعنوان عندك، وان شاء الله نعالجوك وترجعي وضعك الطبيعي، وربنا شكلك عايز تخلفي تاني، وان شاء الله ربنا يكرمك بخلفه. لكن احنا لازم ناكد على المساله دي يا جماعه، مفيش شيخ يقول لك انت هتعمل هيحصل لك كذا طول عمرك. الشيخ ما دخلش في علم ربنا، ده انسان جاهل، وده بيترتب عليه حاجات اصلا. انت بتدمر بيوت، بتدمر حياه. يعني انت كنت السبب انك تطلقها من زوجها، انت كنت سبب انك تبعتها عن زوجها، وكان ربنا كرمها باحمد ده او كرمها بغيره من امن من زوجها الاولاني، لكن انت بجهلك طلقتها. ودي معلش يعني دي شماعه بيعلقوا عليها الناس كلها فشلهم. رحنا للشيخ والشيخ قال مش هتنفع مره. طب مين اللي قال لك انت اصلا يا شيخ؟ انت عرفت الكلام ده من اساسا؟ ومين اللي قال لك ان السحر ما بيتعالجش اساسا؟ ومين اللي قال لك ان السحر ده هو اللي هيدمر حياتنا؟ لا، ده السحر ده مرض. انا اعتقادي يعني ان السحر ده من اضعف الامراض لو اتعالج صح. لكن لو فضل عند حد زي حالاتك يا شيخ
هي اللي قلت لها مش هتنفعي ديت تبقي مره ولا تنفعي تخلفي ده، ده انت انت ده خلاص السحر هيضغو والسحر هيتمكنوا مننا اكتر. هونوا على الناس، ما تظلمش الناس بكلامك، اعرف ان ده قدر ربنا وهتخلف بقدر ربنا وهتتجوز بقدر ربنا، وان ربنا قدر لها انها تخلف اهو، يعني عكس اللي كلامك انت قلت لها مش هتخلفي خلفت، لكن انت كنت سبب في طلاقها. فياريت الناس تفهم. طيب الجن عشان خاطر يقدر يتحكم في زي ما احنا قلنا، عشان يقدر يتحكم في الحيوانات المنويه اللي داخل الرحم، اما زي ما احنا قلنا يعني لو هو جن سحر، جن السحر ده ذكي وعنده دماغ شغال بيها، مش واحد جاي يعمل لك شغلانه ويمشي، لا ده هو جاي مخصوص عشان خاطر يعني يزكى عليك، او جاي مخصوص ينفذ اجنده. طيب ناخد نداء، اتفضلي يا اختي نداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايز استفسر من حضرتك، احنا في البيت احنا اولا سبع اولاد مستوانا التعليم بيبقى حلو مثلا، وبيجي في الشهادة بينزل، مخلصين جامعة ما حدش لسه ارتبط، كلنا مثلا فوق 25، البيت حالته يعني مش المريحة، فبنصلي وبنصوم وبنقرأ قرآن يوميا وبنشغل البقرة والكلام ده، فكنت عاوزة أشوف لو في حاجة ولا لأ. طيب انتوا السبعة يا أختي، انتوا السبعة ما فيش ولا واحدة منكم اتجوزت؟ لا ما فيش ولا حتى ارتباط. طيب والدتك عندها سحر؟ ما أنا ما أعرفش، أنا أول تعامل معايا في النقطة دي مع حضرتك، لكن ما أعرفش بالظبط عندها ولا طيب. ما عندهاش، فأنا عاوز أعرف ممكن يبقى عندها ولا لأ. بص يا أختي، ده هو إحنا قلنا إن لو في شواذ أو شواذ في قواعد فيها شاذ، يعني مثلا أنا واحدة ما بيخل. بص حضرتك، أنا بسمع كلام حضرتك فبحس إن الكلام موجود عندي أختي، عندي ماما، عندي في البيت، ففي معظم الحالات اللي حضرتك وضحتها كان انواع السحر او غيرها انا بحسها موجوده فعلا. طيب انا هنكملك يعني. يا اختي ده اهو، بصي يا اختي ده، اتفضل. طالما الموضوع كله عندي اخواتك السبعه، ده مش طبيعي انهم ما يتجوزوش، يعني مش من طبعاً. الطبيعي بتاع ربنا كده ان سبع اخوات ما يتجوزوش، ومش من الطبيعي زي ما احنا قلنا قبل كده لما كان في خمس اخوات ما بيخلفوش الخمسه، ده مش طبيعي. تمام طبعاً. فاحنا بنقوله لو في حاجه شاذه زي كده يبقى لازم ندور في مشكله. يبقى احنا قلنا يا اخت نداء ان ده ممكن يكون سحر وراثي عند أيوة. الام ممكن يكون سحر وراثي عند الام. اقفلي وانا هنكمل معاك، نشكرك اخت نداء. لو في سحر وراثي عند الام يبقى هيعمل الكلام اللي هنقول عليه ده، اللي هو ايه؟ انه ممكن ما يخليكمش تخلفوا كلكم، وممكن ما يخليكمش تتجوزوا كلكم، وممكن يجيب لكم مرض واحد كلكم، وممكن يوقف حالكم في شغل او دراسه كلكم. يبقى انتوا السبعه مش معقول انكم يعني مش هتتجوزوا، فيبقى في حاجه غلط. الحاجه الغلط ديت ايه؟ ممكن يكون في سحر عند الام، ويكون الام اصلا ادت السحر لاولادها كلهم، زي ما بنتكلم دلوقتي اللي احنا بنقوله ممكن السحر او الجن يتحكم في النطفه ويوزع السحر على الاطفال كلهم، وينزلوا كلهم من الرحم مسحورين ويعيشوا دور الحياه كلها وهم عندهم السحر، ولما يبلغوا يجي لهم السحر بتاعهم ويبدا ينفذ عليهم الاجنده اللي كانت على الوالده وهي ايه؟ وهي لسه بنت. فده السحر اللي هو ايه؟ ده السحر الوراثي اللي احنا دايما بنتكلم عنه. يعني ايه سحر ما بيتعالجش؟ ممكن يكون السحر وراثي واتنقل عن طريق الحبل السري، وعن طريق اللبن بتاع الام، او عن طريق الحيوانات المنويه او السائل المنوي بتاع الاب وهو داخل الرحم. فالجن بيعمل ايه؟ بيغذي السائل المنوي، ودي النقطه اللي كنت اتكلم فيها، بيغذي السائل المنوي على مني مسحور او شيء مسحور، غذاء مسحور. هو مش هيروح يدي، مش هيمسك 80 100 مليون حيوان منوي داخلين الرحم يوقفهم، لا، يعمل ايه؟ ففي الحيوان المنوي ده بيسبح في حاجه اسمها السائل المنوي، كله بيشرب منه، ودي اصلا ديت الحاجه اللزجه اللي بتخش جسم اللي بتبقى ماشي في الحيوان المنوي اللي عايش فيه حيوان منوي، فيبدا يشرب الحيوان المنوي وهو داخل الرحم سائل منوي مسحور، عشان يدخل البويضه اما ضعيف ويسقط، او اما يكمل بس ضعيف ويحصل عنده مشاكل صحيه بعد كده، يحصل عنده ثقب في الرئه، يحصل عنده مشكله في القلب، يحصل عنده كذا لما يموت، او ممكن يعيشوا بالمرض ده طول عمرهم ويبقى وراثي عندهم وما يخلفوش ولا يتجوزوا. نوره اتفضلي. أيوة السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. من وانا صغيره ماما كانت بتقول انها معمول لها سحر كويس، ان في سحر جالها وعمل لها قال ايه بيعالجها يعني كويس، صح لها تعبان في ظهرها، هي بتقول كده، هو قال لي انا صحرت لك تعبان،
في ظهري، فهل ده حقيقي؟ ممكن يتحلها تعبان في ظهرها؟ لا هو معاه ده جن اللي حطوه في ظهرها، ده جن مش تعبان، مش تعبان حقيقي يعني، هو جن معاه لكن مهيئه بتعيد تعبان. زي مثلا يا اختي كده يا اخت نوره، زي الناس اللي بيدوروا بيطلعوا تعابين من البيوت، هو التعبان معاه اصلا جن، فيعمل ايه؟ فبيروح يطلقه في البيت ويقول لك اصلا انا طلع التعبان من البيت. بعد كده الناس طبعا بتتوهم، يقول لك التعبان اهو في المكان الفلاني، او التعبان هنا والتعبان هنا، وانت بتشوف التعبان طالع عندك من البيت. لو انت لو هو صح قول له اديني التعبان ده نموته. لو لا احنا دي برضو شيء يذكر. نعم تمام، نشكرك يا اخت نوره. لو الشيخ ده صح اللي بيطلع التعابين من البيت، قول له اديني التعبان، اديني التعبان ده لموته، مش هيديهولك عمره، لانه مش هيموت جن معاه. فهو الشيخ ده معاه جن اللي هو في هيئه تعبان يعني، فبيحطه في ظهر الواحده بيقول لها انت عشان تخلفي او عشان تتجوزي او كذا. وطبعا الجن ده بيبقى معاه جن، انواع جن ثانيه بيلبسك جن عشان تعيشي بالجن ده طول عمرك، واثر على بناتك، وانت لو كنت كملت الاتصال يا اخت نوره كنت هتلاقي نفس الاعراض اللي كانت بتحصل لوالدتك عندك من بعد البلوغ. عادل اتفضل يا اخ عادل. السلام عليكم. عامل ايه يا شيخنا؟ ربنا يحفظك. انا كنت عاوز اتصل بالنسبه يعني في رؤى ومنامات يعني بتبقى غريبه شويه معايا، ومع المدام برضو دوره مش منتظمه معاها، ولينا 5-6 شهور وعملنا تحاليل يعني كانت الغده الدرقيه بسيطه كده وما حصلش حمل يعني. والتحليل بتاعتها طلعت كويسه وتحليلها برضو هي كويسه. وهي برضو بتشوف رؤية زي الفيران في الشقة، والذين يلعبوا وبيعضوها زي الفيران وقطط كده بتطير وتعمل. تمام. عندها نزيف؟ طيب تعب ولا عندها تعب في المعدة؟ بسيطة، عندها تعب وصداع بسيط يعني. بيحصل مشاكل بينكم أثناء التبويض في فترة التبويض؟ يعني ساعات بيحصل ارتخاء. ربط لا يعني. نزيف لا ربط. ايام التبويض يعني ممكن يحصل ارتخاء في الجماع او حاجه بسيطه يعني. تمام ماشي ماشي يا سعاد. بص يا سعاد هو كده في مشكله عندكم يعني، وان شاء الله لها حل يعني. فحضرتك شوف المركز اللي اقرب ليك فين، ان كان جينا ولا البحيره ولا اسكندريه، وان شاء الله يعني نشوفه حل باذن الله. وكده في مشكله عندك يعني، ومشكله ظاهره جدا يعني، فحتى لو رحت الشيخ مع الجاكي ديت يعني ايه صعبه يعني. فان شاء الله لا حل، فانت هات زوجتك وتعالى المركز وان شاء الله نعالجك باذن الله. طيب طيب زي ما احنا قلنا الحيوان المنوي او الجن عشان خاطر يتحكم في الحيوان المنوي، هو دخل الرحم يعمل ايه؟ بيغذيه على سائل منوي مسحور يفضل عايم فيه لما يوصل لبويضه، يوصل لبويضه ضعيف اما يموت في الطريق او اما يرجع من الطريق او اما يتحكم في البويضه وهي طالعه من الرحم وما يخلاش تتخصب عشان ترجع او تسقط او تروح البويضه وما يكونش لها هدف، او يحصل زي ما احنا بنقول الحاج عادل اهوت انه يحصل عنده ربط في اثناء ايام التبويض، او يحصل مشاكل بينهم ويتعاركوا او يناموا، او يحصل عندها مشكله او عنده مشكله. المهم ما اليوم اللي هو مش قادر يسيطر على الانسان فيه فيحصل مشكله خارجيه عشان ما يحصلش جماع وكل واحد يروح لحاله وهو كده نجح في انه ايه انه يبعدهم عن بعض. طيب لو هو لو 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 الجن ده اللي دخل الرحم ده وصل انه يقدر او قدر انه يخلي الانسان الحيوان المنوي يموت وهو دخل الرحم بيقدر، لو ما قدرش اما يتحكم فيه في الرضاعه او هو خلاص هو اتخلق وبقى انسان وبقى طفل او بقى جنين في بطن امه وما قدرش يتحكم فيه وربنا ما قدرش ان هو يقتله ولا يأذيه، فيبدا يغذيه على سائل منوي على لبن مسحور. الام طبعا لبنها من الدم، فيبدا يغذي الطفل ده على لبن مسحور. يبدأ الطفل أول ما يوصل لسن معين في الدراسة بعد 6 سنين بتلاقي الطفل الغباء ظهر عليه، ودي من أعراض اللي هي بتظهر يعني قوية جدا على إيه؟ على الطفل هو لسه صغير، إنه يقوم يتفزع بالليل وهو نايم يشاور على حاجة على الحيطة ويقعد يصرخ ويصوت مثلا، إنه يعمل حمام تبول كتير على نفسه وهو نايم، إنه يبقى الكعب كل شوية يقع في مكان، انه دايما يتعور كل شويه، انه دايما مريض وكل شويه عند دكتور معين ويطلع من المرض ده يدخل في ده، كل دي اعراض بتقول لك ان ابنك عنده مشكله وروح عالجه عشان خاطر ايه ما المشكله ما تكبرش عنده ويوصل لايه انه يبقى مس فعلا قوي او لبس غير المس، وبعد كده بتعيش طول عمرك في المشاكل ديت. طيب اول ما يوصل الطفل طول ما هو وصل ما توصلش 6 سنين تلاقي الطفل بيذاكر كويس وعامل في الحضانه كويس وحياته كويسه،
بعد كده يوصل يبدا يتغابى، يبدا حياته مش كويسه تعليميا، يوصل 10 سنين يقول لك مش عايز اروح مدرسه، يوصل اولى ثانوي ويقول لك انا قرات المدرسه، نحول من ثانويه لدبلوم، ده انا هنطلع من المدرسه اصلا، ده انا هنشوف شغل احسن، ده انا مش عارف. دي كلنا بنعاني من المشاكل اللي هي ظاهره ديت، وديت اكبر حاجه تظهر على الطفل عند البلوغ، تلاقيه حياته تحولت وانقلبت راسا على عقب. ان الطفل كان انسان مثالي حافظ القران كان بيصلي، ويجي في مره واحده عند سن البلوغ كانه اتدمر حياته كلها، ساب الصلاه وساب القران وساب الادب وساب الاحترام، وابتدى في طيار تاني، ابتدى يشرب مخدرات، ابتدى سلوكه مش كويسه، ابتدى يرد على اهله، ابتدى يشتم امه وابوه، ابتدى ما حدش خلاص في دماغه. وديت ايه؟ دي بتظهر مع سن البلوغ، بيبقى لها اصلا يعني شيء جيني، ان هو الطفل بيحس بقيمته ويحس بنفسه ويحس انه بقى راجل خلاص، ما فيش تحكم فيا، والجن والشيطان بيدوا له الدفعه دي اكتر، بيقولوا خلاص انت ما عادش له حد له سيطره عليك، ده انت كبرت بقيت راجل، ويبدا ينمي الفكره دي في دماغه لما الجنين يسيب حياته كلها ويطلع. بتقول يا اسم محمد ماشي، عشان اسم محمد يعني بيقول لنا خلاص الوقت خلاص يعني، فان ان شاء الله نكمل الحلقه القادمه يعني ان قدر ربنا، وانا ان شاء الله موجود في المركز الحد والخميس، وان شاء الله الحلقه برضو هتجدوها يعني على البث المباشر في صفحه العلاج علاج مرض السحر في واحد، وان شاء الله لو في اي استفسارات او اي شيء انا ممكن يعني انا بنعمل بث تقريبا كل اسبوع على الصفحه نرد عليكم وعلى اي استفسار باذن الله. انا يعني معلش انا ايه كنت حد شويه في الكلام، لكن في اشياء انا بنأكد على كل مره وبنلاقيها عند الناس، يا ريت اللي بيسمعوني ويا ريت اللي بيشاهدوني يعني ينهوا المصطلحات دي عند الناس. مفيش حاجه اسمها سحر بيتجدد يا جماعه، مفيش حاجه اسمها سحر ناكله مش ليا، مفيش حاجه اسمها جن ما بيطلعش، مفيش حاجه اسمها ان انا نكون الجن اقوى من الانسان نفسه. كل ده دي مصطلحات لازم بطلوها، لازم تخلص من عند الناس، لازم الناس تفهم ايه الفرق بين الجن والشيطان، ايه الفرق بين السحر واعراضه، ايه الفرق بين النجاسه السحر وبعضها، ايه الفرق بين السحر السفلي والعادي، ايه الفرق بين السحر والحسد. كل الحاجات ديت لو الشيخ اللي بيعالجك ما عندوش قدره او عنده يعني الملكه انه يقدر يحدد لك انت عندك ايه بالظبط، انت هتضر نفسك وحياتك هتتدمر من غير بحاجه تافهه ان الشيخ اصلا مش عارف يعالجك وما قدرش يفيدك وما وصلكش للطريق يعني طريق الصحيح. لو في وقت يعني دقيقه ولا شيء هنتكلم دقيقه. طيب دقيقه من اسم محمد الشاهد من ولي. طيب صداع شديد ليه اعراض السحر العامه احنا يمكن اتكلمنا عليها، لكن نبذات كده. صداع شديد جدا بيحصل، ممكن ينيمك او يصحيك من نوم صداع، الم في اسفل ظهر، سقوط الشعر، بقع حمراء او زرقاء في فوق الركبه عند النساء خاصه، عند عدم انضباط الدوره عند النساء، خربشه في جسم الانسان خاصه في الازرعه، فقد الحواس ان يحس ان دايما حته في جسمه بتنم مره واحده تفك مره واحده، نوبات صرع انه يحصل له تشنج او غيره، ضيق في الصدر اقول لك على طول انا عندي ضيق في صدري ومتضايق ومخنوق على طول، البكاء لا اراد يقول لك انا عايز نقعد لوحدي مش طايقه حد، عايز نقعد نبكي من غير سبب. طب تبكي ليه؟ مش عارفه. الحاسه السادسه انها تحس بالشيء قبل ما يحصل. الصدود عن ذكر الله يقول لك انا ما عادش لي نفسي اتحرك، ما عادش لي قدره على الصلاه، ما عادش لي قدره على كذا. طبعا الارق اثناء النوم، القلق، الجلج، انك تبقى جلجان على طول تنام وتقوم كذا مره، الكوابيس، الاحلام المفزعه، الاحتلام، انك تحتلم على حد من اهله او حد من يعني من محارمه او لواط او غيره. طبعا دي كلها رؤيه حيوانات ابليس للتعبان والقطه والجمل والفار والبرص. وطبعا احنا قلنا قبل كده نقدر نفرق ازاي بين ان الحيوان ده في جاي لي في صوره جن هو حيوان ولا جن، عشان نقدر نقتله ولا لا نقتله عشان ما يضرنيش. واحنا اتكلمنا تقريبا في المساله دي وفصلناها عشان خاطر برضو الناس ممكن يقتل شيء حيوان في البيت يكون جن يضر ويضر اولاده. فانا دايما احاول ايه، لو لقيت تعبان في بيتك مش راح تقتله على طول، او لقيت برص في عينه او فوق راسه علامه سوداء ما تقتلوش، او لقيت كلب اسود كله وعلى عينه من فوق علامتين صفر برضو يعني هتعامل معاه بحذر، لان ده اصلا الجن بيتمثل فيه. طبعا دي كلها حاجات احنا لازم طب لو لقيت تعبان في بيتي يا شيخ نعمل ايه عشان ما نسيب تعبان في بيتي؟ يعني حرج عليه ثلاث مرات او يعني لو انت امكن انك تقفل عليه الباب ثلاث ايام وتحرج عليه كل يوم، تكبر ويقول احرج عليكم بالله وباليوم الاخر الا يعني تؤذوا هذا البيت او لا تظهروا لاهل هذا البيت ولا تؤذوهم مره اخرى، ثلاث مرات كل يوم
لو امكن امكن، ما امكنش انك تقفل عليه الباب وتسيب تعبان في بيتك، حرج عليه 3 مرات في اوقات مختلفه في اليوم، وبعد كده لو ما طلعش يقتله، ولو ما يعني ان شاء الله مش هيضرك في شيء. نشكركم يعني على حسن سماعكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.